آخر سؤال في هذا القطاع يتعلق بتشييد المساجد للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد. شكرا سيد الرئيس. السؤال هنا يتعلق سيد الوزير بطبيعة وقيمة الدعم المادي الذي تقدمه الوزارة لبناء أو إتمام بناء المساجد المحسنين. شكرا. شكرا سيد النائب. تفضل سيد جواب سيد الوزير. هو القانون الجديد كينص على أنه لبناء مسجد لابد يكون الجهة التي تريد أن تبني كتقول بأن عندها باش تبني. ومع ذلك الحالات بناء على الحالات السابقة والحالات اللي طارئ الآن عدد من الجمعيات كتوصل لواحد يعني المستوى من البناء وكتوقف. كندخلوا تدخلات محسوبة عندنا معروفة شحال، ماشي شي ميزانية كبيرة، ولكن مع ذلك ينبغي أن نصل إلى معايير مضبوطة في هذا الباب، لأن المسألة فين كتكون؟ حيت الواحد كيدير واحد المشروع وكيدخلك بلا ما يشاورك. طبعا كيشاورنا في القضية ديال الرخصة، ولكن ما كنعرفوش واش عنده إمكانيات باش يبني ولا لا، بمعنى أمور غير 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 متوقعة وغير غير غير مبرمجة. ومع ذلك كنتفهموا هذه المسألة ما دامت القضية تتعلق بواحد المسألة حيوية. المغاربة كي بحال الماء بحال الضوء بحال الهواء بالنسبة لهم يبنيوا المسجد. فهذه المسألة عندك الحق كيخصنا فيما يتعلق بالدعم، ولكن يكون مبرمج ومخطط له سابقا. قول لك انا راه غادي نوصل للكتله، واش غتعطيوني 30% اللي باقيه ولا لا؟ اما يفاجئنا بها فهذه المساله كتسبب لنا احراج ومشكل في البرمجه. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد الرئيس سيد نائب محترم. سيد الوزير، بالحسيمه منذ زلزال 2003 انه تم اغلاق معظم المساجد. من ديك الفتره والناس كيصليو في الخيام. مركز يسكن مدينه حضريه تقريبا شبه حضريه، من 2003 كيصليو في الخيمه الى يومنا هذا. هناك مراكز كثيره بطبيعه الحال تعاني من الخصاص، جماعات مثل جماعه بني بوشيبت باقليم حسيمه ويسكن وغيرها. المحسنين قاموا بمبادرات، لكن هذه المبادرات للاسف انه ما لقاتش واحد ترحيب من قبل الوزاره من اجل اتمام البناء. هنا مثلا بالنسبه السيد الوزير فعلا قليل جدا وقليل. انا قدمنا لكم ملف من اجل اتمام مسجد يعني باقليم الحسيمه، للاسف هو انه 150 مليون تكلفته، ساهمته ب 30 الف درهم التي رفضناها، ما بغيناش ناخذوها. 30 الف درهم ما عندنا ما نديروا بها. فلذلك هذا الشيء يجب ان يشجع، فالناس المحسنين دورهم كبير ويجب ان يدعم. فالان هناك مجموعه من المساجد عباره عن اطلال، ما لقاوش الناس باش يكملوا، كيستناو دور وزاره الاوقاف. انا خسرت 150 مليون، ما تخسرش 20 مليون 30 مليون. اذا يجب ان يشجع هذا العمل سيد الوزير، لان الوزاره لا يمكن ان تقوم بكل هذه الاعمال. سيد شكرا، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ هل هناك من تعقيب اضافي؟ ليس هناك اي تعقيب اضافي. بعض الثواني سيد الوزير، بعض الثواني المحدوده. استغرب انه هذه القضية ديال 30 ألف درهم أو 60 ألف، كنستغرب ليها تماما كيفاش وقعت. ماشي معقول أنها توقع، ومن حقكم أنكم تفضوها، ولكن راه مش ما راه شي خطأ وقع في هذه المسألة. فيما يتعلق بالآلام الذي نشعر به من هذه المساجد اللي باقي مغلقة، وخصوصا الجهة ديالكم نظرا لها شاشة سيد الوزير، غير ذلك انتهى الوقت. هذه المسألة حنا كنشتغلوا عليها. انتهى الوقت. شكرا سيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.